وصلنا إلى قرار أنه الضابط أو المنتسب مهما يكون دور الترقية مالته، لأن فد شيء معنوي بالنسبة له، هذا الشيء مرتبط بالمعنويات. الأزمة المالية كل إحنا نقدرها وكل إحنا مدركينها وكل إحنا نتحملها لازم يعني. فتم الاتفاق أنه الترقيات والعلاوات تمشي حتى تكونون بالصورة يعني، خاف أكو قسم يطلع دعاية أو كذا. ضمن حزمة الإصلاحات اللي تم إقرارها أنه العلاوات والترقيات تمشي وفق القوانين والضوابط، ولكن المستحقات المالية تؤجل لحين إقرار الموازنة أو الداخلية إذا مواردها تدار من جهة أخرى. ماكو فائدة يعني، أصبحت يعني الشرطة الاتحادية، الرد السريع، الحدود يمنع منعا باتا تنفيذ أي أمر لأي جهة كانت ما لم يصدر من الوزارة. يعني هسه يجي باشرك بحركة فوج ما يتحرك إذا ما أنا أعلم به، سرية ما تتحرك مو فوج، خلي تصير قيمة للوزارة. مدراء الشرطة اللي مرتبطين بقيادات العمليات ليش على دولة نفسها دولة مستقلة وما يطلع مواقفة؟ والله أجيبه منك كتفه وأجيبه وصلوا لهذه الرسالة.